لكم يا حبايب قلبي صباح الفل او مساء الخير حسب التوقيت اللي بتسمعوني فيه. النهارده جايب لكم فيديو جديد، وساخه جديده، سفاله جديده، شيمة بريمة عندي ظروف. تعالى يا حلوه ما تخافيش، تعالى يا حلوه تعالي. هنا هي بتلحس التفاحة، اظن ان هي اتحرمت من وهي صغيرة انها مثلا تاكل لوليتا، تمص جلاتي، ترضع من دادي. لا يا ماما مش انا. من هنا لهنا بخمسة جنيه، من هنا لهنا بعشرة جنيه. يا سفلة يا رخيصة. لا مش مكسوف، إذا كان أنت ما اتكسفتيش وقلت لنا عندي ظروف. أنا هتكسف. بعدين اللي المخرج صايع بجد. سقف يا أحمد. سقف يا ريم، سقف يا حبيبتي. لا بجد شابو جابها تاني بس بزوم، فاهم؟ عشان يبين لك ان هنا هنا بخمسة وبعشرة وهكذا. قاعدين في سوق الجمعة احنا. مش عارف انا، انت لما تعملي كده هتغريني يعني؟ قسم برب الكعبة استفرخ في وشي. كل دي شباب حيحانة؟ شفت قد ايه؟ شفت؟ خربت امي التفاحة. يا ايه ده؟ وبعدين دي ايه؟ دي جبنة ماشي دي ولا ايه؟ الظاهر كده ان المخرج من كفر الدوار، من البدرشين. لا فيديو فيديو سافل سافل، عشرتين على عشرة، برافو. موز. عارفة الموز دي طبعا احطها لك فين يا قمر؟ اكيد في رف المطبخ، ما تفهمونيش غلط. فيها يا جماعة بطلوا صفوا النية. الواد بهدان شفت عامل ازاي؟ يا دين امي ايه المزه الرخيصه دي؟ الكليب كله قرص على الشفايف، فاهمني؟ ومص موز ولحس تفاح، قاعدين في سوق العبور. صحيح صحيح، مستني ايه تاني منك؟ ما هو خد كل حاجه وعمل كل حاجه وكله كله كل حاجه. بنت انا شفت كل حاجة وعملت كل حاجة. ايه ده في ايه؟ صبوا ال بتصب اللبن على الموزة، الواد بيعمل لها كده اهو. فكرة ما بتعرفش تضحكي ضحكة رخيصة، انا بضحك احسن منك. بصي كده. سوري سوري، ربيت امك يا شيمة. عامة يا جدعان وصلنا لاخر الفيديو، لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك من تحت في القناة وتشغل الجرس عشان يجيلك كل الاشعارات، لايكات كتير، شير لاصحابك خليهم يشوفوا التفاحة والموزة وسوق العبور. سلام.